السلام عليكم. إن شاء الله دلوقتي هنتكلم على جنريت نيجاتيف فولتج من الاي سي اللي هو الثلاث خمسات. هنستخدم في الحقيقة مش هنستخدمه هو نفسه، احنا هنستخدم البين 3 اللي هي بتطلع الإشارة اللي هي كوير ويف، تمام. الإشارة دي أنا هحتاجها في هي الجراوند أهو. هعمل ايه؟ هاجي على ال على بين 3 واروح حاطط دايف ومعاه كبستر، دايف ومعاه كبستر، يبقى كده هيعمل لي ايه؟ ريكتيفاير. ده هيتشحن بالفولتج التوتال، لو سمينا نوت مثلا في تي يبقى الكبستر ده هيتشحن بالفي تي ديت. طيب لو جينا بعد كده على الدايت دوت، مثلا رتبنا الاماكن بتاعتهم، جينا حطينا هنا الكبستر وحطينا هنا هو الدايت، عندك ان هو ده هيتشحن ب الفي توتال، والدايت هنا هو في الريفرس بتاعه هيبقى الريفرس بتاعه ايه؟ ان ده اوبن سيركت محطوط عليه الفولتج ايه كله، بمعنى صح يعني النقطتين دول هيبقوا حاجه واحده، يبقى الفولتج اللي واقع على الدايود في الاتجاه العكسي هو بوزيتيف وده نيجاتيف في توتال، تمام. هاخد ده اعمل له ريكتيفاير، تمام. كده ده الدايت اللي عملت بيه الريكتيفاير، ودي الكباستور اللي اتشحن. طيب لو جينا بصينا على الكباستور دوت لما يتشحن هيتشحن ازاي؟ البوزيتيف بتاعه هنا اهو والنيجاتيف هنا اهو، وجينا لو مدينا ده شويه كده اهو هنلاقي ان دي كلها ما زالت الجراوند، يبقى ايه؟ يبقى الباك جراوند والبوزيتيف بتاع الكباستور على الجراوند والنيجاتيف هو النقطه دي. يبقى لو جينا خدنا يعتبر ده الجراوند اساسي بتاعي، تمام. جراوند عليه البوزيتيف والنيجاتيف موجوده على الكباستور من فوق. يبقى لو جينا خدنا نوت فولتج مثلا، الجراوند عندي اهو وده الفي سي سي بتاعي، ده الجراوند وده الفي سي سي، تمام. الفي سي سي طبعا بيبقى بوزيتيف بالنسبه ليه ايه؟ للجراوند. لو جينا خدنا النقطه دي بالنسبه للجراوند هنلاقي ان الجراوند هو البوزيتيف وهي دي نقطه نيجاتيف. طب لو جينا خدنا الفرق الفولتج ما بين البوزيتيف اللي هو الفي سي سي اصلا والنيجاتيف ديت، هيبقى ضعف الفي سي سي، هيبقى 2 في سي سي. يبقى كده احنا قدرنا لو خدنا من هنا اهو من النقطه دي فولتج، يبقى الفولتج بتاعها بيبقى سالب بالنسبه للجراوند الاساسي للدايره، تمام. يبقى كده لو انا عندي مثلا اوب ام ها يستخدم بوزيتيف فولتج فوق والنيجاتيف فولتج تحت، يبقى هياخد النقطه دي اوصلها معاه مع النيجاتيف تحت، وياخد النقطه بتاعت الجي سي سي اوصلها مع البوزيتيف، تمام. وابتدي اشتغل في شغل الاوب ام بتاعي عادي جدا، وده غالبا بيبقى 7-4-1 اوب ام، مشهور جدا، بيستخدم في دوائر الاوستيليشنز وال وامبليفيكيشن بقوه يعني كبيره، هو ال ام 358.